بعد ذلك هنمسك بقى موضوع يعني ترتيبي، نمسك بقى قصة البقرة بعد كده ونشوف ايه اللي هتعالجها قصة البقرة بعد ما عرفنا قصة سيدنا آدم كلها، علشان لما تبقى تشوفت يعني يوم يجي ايه. وإذ قال ربك للملائكة، إذ قال إذ زي ما بيقولوا عليها ظرف زمان، يعني اذكر يا محمد إذ وقت أن قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم أو أن جعلهم في الأرض خليفة. إذن طب ومعنى اذكر وقت أن قال الله للملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة، دي علشان ناخد منها لقطة إنه ما هوش قديم إنما أوجده القديم. بس يبقى فيه وقت أن ربنا كده، بدليل أن الملائكة استعجبوا. إذ قال ما هو القول أولا؟ القول هو إيه؟ لما إذا سمعت القول بيجي مقابله إيه؟ الفعل، وكلاهما عمل. يبقى القول مهمة الإيه؟ اللسان. طيب والرؤية مهمة إيه؟ والشم مهمة إيه؟ واللمس مهمة الأنامل، مش كده كويس؟ عال قوي. يبقى القول يقابله ايه بقى؟ الفعل. ولذلك قال لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى اذا الحدث اما قول واما فعل وكلاهما عمل. يبقى القول عمل مين؟ عمل اللسان، مفهوم؟ والفعل عمل الجوارح، يعمل بايده يعمل بعينه مثلا. يبقى إذن القول مقابله إيه؟ الفعل. مقابله الفعل، لما تقولون ما لا تفعلون، وكلاهما عمل، وكلاهما إيه؟ عمل. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لو أنت عملت القول قبل العالم، طب واللي أحسن القول وقال أشهد أن لا إله إلا الله واللي وعظ بالكلمة الطيبة ده ضايع خالص؟ نقول له لا، ده دي فعل، والفعل والقول معا من العمل، فعل والقول من الإيه؟ من العمل، من العمل. على الأول قال ربك للملائكة، شوف كلمة ربك بقى، اذكر يا محمد، اذكر يا من تسمع كلامي، إذ قلت للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هو بيستشيرش، بدليل قال إن جاعل، مسألة يعني مفروغ منها، ولكن إعلام له بما يحدثه الله في كون هم فيه ولهم مهمة. ليه؟ لأن الملائكة منهم المدبرات أمر، له إيه؟ معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إلا لديه رقيب إيه؟ حتي الله. إذن ففيه إيه؟ الملائكة لهم إيه؟ فكأن الإعلام، لأن للملائكة عمل مع هذا الخليفة، للملائكة إيه؟ عمل مع هذا تدبير أموره. اوعى تقول إزاي يدبر أموره مع أنها نواميس، وما يدريك أن وراء كل ناموس، أنت بتسميه ناموس، ملك موكل به ماسك زرار. بس أنت ما أنت شايفه. إلا قل لي بالله، العمليات الأوتوماتيكي اللي بتنعمل مثلا، تعمل زرار كده ينزل لك البتاع بتاع في القندات الكبيرة اللي من برة، تعمل زرار كده ينزل لك بتاع القهوة ومش عارف وينه، تعمل كده ينزل لك بتاع الإيه؟ الشاي. دي زرار عمال بي ولا إيه؟ طب والزرار ده ايه بيدار بايه؟ كهرباء. طب بالله انت تعرف الكهرباء دي شكلها؟ طب عرفوها لنا كده، هي ايه الكهرباء دي؟ طب ولماذا لا يكون وراء كل زرار من نواميس الكون دي ملائكة وقوة خفية انت ما تعرفهاش؟ ومن يدري انك انت بعدين تعرف القوة الخفية دي، القوة الايه الخفية دي.